تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وكان يعني لقاء رائع ومتميز يؤكد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر. فهناك تقدير كبير من خادم الحرمين الشريفين سمو العهد للجزائر، والعلاقات ولله الحمد دائما قوية والتواصل مستمر. وأنا أتيت في زيارة لبلدنا الجزائر، وهذه أول زيارة الوزير حج للجزائر، لنؤكد ترحيبنا بجميع ضيوف الرحمن من الجزائر، وترحيبنا بجميع المعتمرين بأي عدد بدون أي قيود، وكذلك ترحيبنا كذلك بالحجاج هذا العام، وخصوصا أنه ولله الحمد عاد الحج إلى أعداده السابقة بدون أي قيود على العمر، وتم الاتفاق على تحديد حصة للجزائر ب 41,300 حاج. ونحن كذلك نؤكد حرصنا على تقديم كل التسهيلات للحجاج وترحيبنا بهم، ونؤكد كذلك على عمق العلاقات القوية التي أكدها فخامة الرئيس، ونؤكدها كذلك من المملكة على هذه العلاقات الأخوية والوطيدة والمستمرة على مر العصور. فنقول يعني نحن ندعم كل ما يساهم في توطيد العلاقات بين الشعبين وبين البلدين، وأشكر إخواننا في الجزائر على حسن الضيافة وحسن الاستقبال، فكانت زيارة موفقة ونتائج مثمرة، ومرة أخرى كل الشكر وتقديري.